نالت مايا كوتشينسكا لقب بطلة العالم للناشئين في القفز الحر الداخلي من خلال هذه الرقصة في الهواء. تهب في هذا الحيز رياح بسرعة 300 كيلومتر في الساعة، ومع ذلك تبدو حركات هذه الفتاة البولندية ابنة 17 متناسقة ولا تزعجها الرياح القوية. إنه شعور كما لو أنك تخرج جسدك من سيارة متحركة، حيث تشعر بنفس ضغط الهواء المضاد لحركتك، لكن هنا يمكنك التحكم به، وهذا شيء رائع. الحركات من رياضات أخرى، فالدوران الحركي السريع اكتسبته من التزلج على الجليد، والمد الطويل من الألعاب البهلوانية. عند جمع هذه المهارات تبدو هذه الفتاة وكأنها تطير. الشكل المفضل لديها هو المسدس. كثير من الحركات الراقصة تكتشفها هنا، ففي الهواء يكون إحساسها بجسدها مختلفا عنه على الأرض. لا أستطيع الرقص على الأرض، وأنا سيئة الأداء في ذلك، لكن الأمر مختلف أثناء التحليق، ولا توجد متطلبات معينة للقيام بذلك سوى التمتع بالمرونة. استلهمت مايا هذه الرياضة من والدها الذي يحب الرياضات الخطيرة. جربت مايا القفز الحر بالمظلة لأول مرة حين كانت في العاشرة من عمرها. والدها دعمها ووقف إلى جانبها منذ البداية، رغم أن قضاء ربع ساعة في هذا الحيز في بولندا يكلف 70 يورو. منذ 4 عوام وهي تتدرب على هذه الرياضة عدة مرات في الأسبوع، هذه الرياضة أصبحت محور حياة هذه العائلة. من خلال ممارستي لهذه الرياضة أيضاً، أحاول دوماً مرافقة مايا. أنا أتولى الأمور التنظيمية، أي أنا بمثابة مدير أعمالها، وبذلك علي بالطبع البحث عن ممولين لها يرغبون في التعاون معها. هذا هو دوري خلال مشوارها. كما تتمرن مايا دون تعليمات احترافية. لم أعد بحاجة إلى مدرب. الناس الذين اعتلوا قمة هذه الرياضة هم الأفضل بالطبع. نحن نعرف ما هو الصحيح وأفضل من يستطيع تقييم الأمور. تعيش مايا في بيرسلاو في بولندا، ونادرا ما يكون لديها وقت فراغ للتجول في المدينة مثلا، فهي تبقى في المدرسة يوميا حتى الساعة 3 بعد الظهر. بعدها تذهب لممارسة رياضتها أو لإجراء مقابلات صحفية، وفي نهاية الأسبوع تشارك بالعادة في مسابقات. أفتقد أوقات الفراغ، لكن ما أقوم به يستحق التضحية. في وسائل الإعلام وتحديدا في الإنترنت، باتت مايا الطفلة المعجزة. حركاتها تبهر الكثيرين حول العالم، ويتابعها حوالي 70,000 شخص على الفيسبوك. ما زالت رياضة القفز الداخلي حديثة نسبيا، والقليلون يمارسونها، لذلك تريد مايا الوصول إلى القمة، والهزيمة كلمة غريبة عنها. كل انتكاسة هي بمثابة مأساة صغيرة. أحتاج دوما لبضع ساعات لتحفيزها مجددا وأقنعها بأن ما حدث ليس بالأمر السيء. في إحدى البطولات الدولية حلت مايا في المركز الثالث هذا العام، لكن الترتيب ليس الأهم بالنسبة لها. أرغب في أن أكون أكثر ديناميكية في الطيران. أريد أن يرى الجميع حركاتي الجميلة والسريعة في ذات الوقت، وأريد أن أجعل هذا المزيج أسلوبا خاصا بي. مايا هي حاليا نجمة هذه الرياضة في أوروبا، حيث يتهافت عليها ممولون كثر لأغراض دعائية، وهي تطمح إلى أن تعود من بطولة كأس العالم التي تقام في كندا هذا العام حاملة اللقب. هدفها واضح، فهي ترغب في أن تصبح وجه هذه الرياضة عالمياً.